الحياة هي ليست العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي في الوقت الحاضر. ولذلك عيشوا يومكم في هذه الحياة وأحبوها وتفاءلوا فيها، ومنحوا ابتسامتكم وودكم لكل من حولكم. فالدنيا جميلة بأيامها، بأناسها، بمعانيها السامية، بنظرتنا الإيجابية إليها. النفس تميل لمن يشبهها، والأرواح على أشكالها تقع. فهناك أشخاص نحبهم في الله ونحن لم نلتقي بهم. هؤلاء الناس أحبوا الله، فجعل الله محبتهم في قلوب الخلق. فسلام على القلوب التي ما زالت بيضاء رغم سواد هذا العالم. والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لكم. الحياة هي ليست العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي في الوقت الحاضر. ولذلك عيشوا يومكم في هذه الحياة وأحبوها وتفاءلوا فيها، ومنحوا ابتسامتكم وودكم لكل من حولكم. فالدنيا جميلة بأيامها، بأناسها، بمعانيها السامية، بنظرتنا الإيجابية إليها. النفس تميل لمن يشبهها، والأرواح على أشكالها تقع. فهناك أشخاص نحبهم في الله ونحن لم نلتقي بهم. هؤلاء الناس أحبوا الله، فجعل الله محبتهم في قلوب الخلق. فسلام على القلوب التي ما زالت بيضاء رغم سواد هذا العالم. والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي. الحياة هي ليست العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي في الوقت الحاضر. ولذلك عيشوا يومكم في هذه الحياة وأحبوها وتفاءلوا فيها، ومنحوا ابتسامتكم وودكم لكل من حولكم. فالدنيا جميلة بأيامها، بأناسها، بمعانيها السامية، بنظرتنا الإيجابية إليها. النفس تميل لمن يشبهها، والأرواح على أشكالها تقع. فهناك أشخاص نحبهم في الله ونحن لم نلتقي بهم. هؤلاء الناس أحبوا الله، فجعل الله محبتهم في قلوب الخلق. فسلام على القلوب التي ما زالت بيضاء رغم سواد هذا العالم. والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي. الحياة هي ليست العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي في الوقت الحاضر. ولذلك عيشوا يومكم في هذه الحياة وأحبوها وتفاءلوا فيها، ومنحوا ابتسامتكم وودكم لكل من حولكم. فالدنيا جميلة بأيامها، بأناسها، بمعانيها السامية، بنظرتنا الإيجابية إليها. النفس تميل لمن يشبهها، والأرواح على أشكالها تقع. فهناك أشخاص نحبهم في الله ونحن لم نلتقي بهم. هؤلاء الناس أحبوا الله، فجعل الله محبتهم في قلوب الخلق. فسلام على القلوب التي ما زالت بيضاء رغم سواد هذا العالم. والصلاة والسلام على رسول الله. الحياة هي ليست العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي في الوقت الحاضر. ولذلك عيشوا يومكم في هذه الحياة وأحبوها وتفاءلوا فيها، ومنحوا ابتسامتكم وودكم لكل من حولكم. فالدنيا جميلة بأيامها، بأناسها، بمعانيها السامية، بنظرتنا الإيجابية إليها. النفس تميل لمن يشبهها، والأرواح على أشكالها تقع. فهناك أشخاص نحبهم في الله ونحن لم نلتقي بهم. هؤلاء الناس أحبوا الله، فجعل الله محبتهم في قلوب الخلق. فسلام على القلوب التي ما زالت بيضاء رغم سواد هذا العالم. والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي لكم. الحياة هي ليست العيش في الماضي وليست العيش في المستقبل، بل الحياة هي في الوقت الحاضر. ولذلك عيشوا يومكم في هذه الحياة وأحبوها وتفاءلوا فيها، ومنحوا ابتسامتكم وودكم لكل من حولكم. فالدنيا جميلة بأيامها، بأناسها، بمعانيها السامية، بنظرتنا الإيجابية إليها. النفس تميل لمن يشبهها، والأرواح على أشكالها تقع. فهناك أشخاص نحبهم في الله ونحن لم نلتقي بهم. هؤلاء الناس